من هنا انطلقنا قبل 10 شهور تقريبا، وكان الأخ المحافظ بجهوده الجبارة أعطى لحظة الانطلاق، والآن اليوم نلتقي حتى نكون قريبين من النهاية في إعداد الخطة الاستراتيجية للمخيم بالجهود المباركة من الجميع. في فترة زمنية 11 شهر أنا بعتقد أنه رغم المعيقات أنه إحنا لكن أنجز، وهذا فخر إلا لمحافظة طول كرم. من هذه الدائرة، دائرة شؤون اللاجئين، اللي هي الدائرة الأنشط والأهم من دوائر منظمة التحرير. أيضا الآلية التي اتبعت في هذه في وضع هذه الخطة أو التصور، أو آلية كانت تتضارب ما بين العلمية والرغبات. والرغبات كانت جهوية في بعض الحالات وفردية، ولكن بالطريقة التي اتبعت بالتشاور مع الجميع ومشاركة الكل، ذهبوا باتجاه تحديد أهم القضايا والأولويات لمخيم طول كرم. والخطة أيضا مرنة قابلة لاستيعاب أي طارئ. اليوم عندنا دائرة شؤون اللاجئين مع الجايكا في مشروع بالسيب 2، الهدف منه تطوير وتحسين مستوى الحياة في المخيمات. طبعا الموضوع بناء على نتائج إحصائية وعلى عمل منتدى من شرائح المخيم المختلفة حتى يطرحوا اهتماماتهم وشو المشاريع اللي ممكن ترقى مستوى الخدمة في المخيم. هدف المشروع انه يأخذوا المشاريع اللي فعليا بتمس الحالة الجمعية في المخيم. هون راح يكون في انفاق مبالغ مالية من قبل جايكا والحكومة اليابانية على الموضوع هذا. وبالنهاية اليوم احنا راح نقر خطة استراتيجية. احنا حكينا قبل فترة على موضوع اعداد خطة استراتيجية، فعليا اليوم بنود الخطة مكتملة، فعليا ستطرح للنقاش من اجل المباشرة بعملها. اي انفاق بيتم لاحقا هو انفاق بيتم من خلال اليابانيين، واي ممول اليابانيين راح يكونوا معنا في ايجاد تمويل لكل المشاريع المطروحه من ضمن الخطه هاي. اليوم هو تتويج نشاط كبير كان من خلال اعداد خطه استراتيجيه لمخيم نور الشمس، يراعي ويبرز فيها اولويات السكان واحتياجاتهم في مجالات البنيه التحتيه وغير البنيه التحتيه، وهذا كان جهد مشترك لفئات ممثله عن فئات المجتمع، ولا صناديق راي وزعت في المخيم وضع السكان أولوياتهم وملاحظاتهم واحتياجاتهم. الآن سنعرض هذه الخطة على السكان حتى يجد أول شيء المواطن اللي وضع كان له صوت أو وضع شيء في الصندوق سيجد ما وضعه أو سيجد رأيه موجود أمامه. ورسنا يعني هذا اليوم كمان لقاء عشان نسمع كمان ملاحظات السكان على هذه الخطة بشكل عام، إذا في كان هناك ملاحظات إضافية حتى نعكسها على الخطة بحيث تكون الخطة تمثل وتمثل شيء حقيقي لتطلعات وتوجهات السكان، ويعبر السكان عن احتياجاتهم هم بأنفسهم وليس من خلال جهات أخرى.